Say hello. 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 Washington. Washington. اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية من امام البيت الابيض وبالتحديد من العاصمة الامريكية واشنطن. باخذكم في جولة حول اهم ما في هذه المدينة الساحرة. اهلا وسهلا. اذا قلنا واشنطن بالتأكيد اول صورة هي للبيت الابيض. البيت الابيض في 6 طوابق، 2 تحت الارض بيسمنت، 2 للزوار و2 للعائلة الاولى يعني العائلة الحاكمة. البيت الأبيض هو المقر الرسمي ومكان العمل الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وعنوانه 1600 شارع بنسلفانيا شمال غرب واشنطن. فقد كان مقر إقامة كل رئيس أمريكي منذ جون آدمز في عام 1800 ميلادي، فهو كان أول رئيس استخدم هذا البيت. الأيرلندي جيمس هوبن هو اللي صمم البيت الأبيض، واستغرق بناءه حوالي 8 سنوات. ولكن أيضاً البيت الأبيض تعرض للتدمير من القوات البريطانية أثناء الحرب، ولكن سرعان ما تم ترميم البيت وانتقال الرئيس الأمريكي إليه. الأعمدة اللي في أمام البيت الأبيض كانوا يهدفون لإخفاء الاسطبلات وغرف التخزين. واللي حاب يزور البيت الأبيض من الداخل لازم تقدم على طلب الزيارة 6 أشهر على الأقل من تاريخ الزيارة. وأشهر الغرف في البيت الأبيض هي المكتب البيضاوي، لأن بمعنى الكلمة بيضاوي في الشكل وما في أي زوايا. أما بالنسبة للأثاث فإنه يتغير ليناسب ذوق الرئيس اللي ساكن في البيت، ولكن بعض القطع لا تتغير مثل الطاولة والأعلام. الغرفة الشرقية في البيت الأبيض وتستخدم للترفيه والحفلات الرسمية، ويعقد فيها اجتماعات الأحزاب الكبيرة. الغرفة الزرقاء وهي تعتبر مركز الدولة، وبها يقابل الرئيس الأمريكي ضيوفة من الرؤساء والملوك والأمراء. ويحتل موقع نصب واشنطن التذكاري في مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية بالقرب من نهر بوتوماك، في نص المسافة تقريبا ما بين مبنى الكونغرس الأمريكي ونصب لينكولن التذكاري. نصب واشنطن التذكاري اللي تشوفون عبارة عن مسلة ضخمة تم تشييدها تكريما لجورج واشنطن اللي هو أول رئيس أمريكي. ويقال إن الفكرة ليست مأخوذة من مسلات الفراعنة، لكن الصورة توضح تقريبا اقتباس المصمم للفكرة بشكل عام، مع الاختلاف في الحجم ومكان البناء. ويوجد مسلة أخرى من عهد الفراعنة رحلت من مصر إلى الولايات المتحدة وتقع في سنترال بارك في نيويورك، لكنها مهملة بعض الشيء. وخمس دقائق تقريبا على الأقدام وفي طريقك إلى نصب لينكولن التذكاري تصل إلى نصب الحرب العالمية الثانية التذكاري، وفي 65 عمود ونافورة ضخمة وحوالي 4048 نجمة ذهبية مهداي لضحايا الحرب العالمية الثانية.
نصب لينكن التذكاري اللي بتشوفونه نصب ذكرى للرئيس إبراهيم لينكن، وفي نفس المكان نطق مارتن لوثر كينج كلمة الشهيرة I have a dream. ياخذ النصب شكل المعبد الإغريقي التقليدي، تحيط بال 36 من الأعمدة الضخمة واللي يوصل ارتفاع الوحدة منها إلى 10 أمتار. يرمز كل عمود لولاية من الولايات ال 36 واللي كانت تتشكل الولايات المتحدة الأمريكية في زمان وفاة الرئيس لينكولن. وقد دون اسم ولاية أعلى كل عمود، أما أسماء الولايات ال 48 فقد سجلت على الجدران الخارجية. وبالقرب من نصب لينكولن التذكاري يمكنكم زيارة النصب التذكاري لحرب فيتنام، ويتكون من تماثيل تذكارية للجنود الأمريكيين اللي شاركوا في حرب فيتنام. أسس هذا المشروع سنة 82، وكان الجدار مصنوع من المعدن لوضع أسماء الأمريكيين اللي شاركوا من القوات المسلحة الذين قتلوا أو فقدوا خلال حرب فيتنام. وبعدين تم تغيير الجدار إلى الرخام، وقام البعض بالاحتجاج لأن لوحة الأسماء موجودة تحت سطح الأرض. دليل الأسامي. جولتي في واشنطن خلصت، أشكر متابعتكم وأشكر كل اللي اشترك في قناتي، واللي حاب يشترك يضغط على المربع الأحمر الظاهر على الشاشة. تابعوني على انستغرام وتويتر، وأشوفكم في مكان جديد. في مالنا.